الجنسيات قبل يمكن الوصول إلى البحرين. يعني تم إعطاء جنسيات وجوازات سفر وهويات بحرينية لهؤلاء المهاجرين وهم في بلاده، إذا كانوا سوريين أو يمنيين أو سعوديين أو أردنيين، أردنيين من أصول عراقية بعد انهيار صدام حسين، في عدد كبير جدا من الجالية، وأنا حقرأ لكم إحصائيات يعني من هنا موجودة في هذه الدراسة التي تم كشفها. فمحاولة التغطية على موضوع التدنيس بالحديث عن آثار السلبية للآسيويين في الخليج كانت هي الجسر لخلق مناخ مهيئ للاختيار بين المهاجر العربي المسلم أم الآسيوي اللي ما معروف ديانته. وفي نفس الوقت محاولة إبراز هذا المشروع باعتباره أنه هو فيه إنعاش وتقوية للمجتمع البحريني حتى يمكن أن يعوض من الكفاءات ومن الإمكانيات ما يستطيع أن يرفع من وتيرة الإنتاج، وفي نفس الوقت محاولة تهدئة خواطر المعارضة بأن مساهمتهم لن تكون على حساب المواطن المحلي. ولكن للأسف الشديد اتضح أنه المواطنين المستوردين بالكامل من هذه المجموعات عندهم تأثير خطير جدا جدا على الموارد المحدودة في البحرين، بمعنى أنه أنت عايز تجيب شخص من درعا ولا من غيره أو من صنعاء أو من بلوشستان وتعطيه بشكل مباشر منزل ووظيفة ومبلغ من المال لتأسيس حياته وإدخال أطفاله في المدارس وإلى آخره، كان كله يتم على حساب المواطن البحريني إذا كان سني أم شيعي، دون شك أنه النزيف ما كان ضد الشيعة فقط وإنما كان حتى ضد المواطن السنة الذين يعني يحتاجون لهذا النوع، لأنه أصلا الموارد في البحرين كانت محدودة. ففي العراق كان في حوالي كان 120 ألف سني عراقي بعد أحداث العراق نزحوا إلى الأردن. حسب الدراسة بتعتبر أنهم هروبوا من العراق هي حاجة كويسة، لأنه نحن عايزين 30 ألف منهم يجوا البحرين. وفعلا يعني مظاهر هذا التجنيس للأعضاء حزب البعث وغيره ظهرت حتى على مستوى السلطات الكويتية، انزعجت جدا لفترة من الفترات وموجودة على الصحف انه منعت دخول حاملي جوازات بحرينيين لانه عرفت انهم هم عراقيين يهددوا الامن والسلام، واصلا هم بعثيين كانا او هاربين من مصيرهم في البحرين. الوقت طبعا بيسرقنا وانا ممكن اتكلم بتفاصيل التفاصيل عن المصادر التي تم انتفاعها، لكن هذه الخطه حددت كما بينا في التقرير اللي كشفناه انه كان المستهدف تجنيس ربع مليون في ظرف 5 سنوات. ربع مليون مبلغ او عدد كبير جدا جدا من الاشخاص لعدد سكان دوله تعداد سكانها المواطنين 600 ألف. الآن عدد السكان في البحرين تجاوز 1 مليون، وأصبح مظهر وجود هؤلاء المجنسين يعني ما حاجة سرية، انكشف الحال وموجودين، والمواطن العادي قادر هو يحس بوجودهم في كل مسألة. هذه التحديات اللي واجهتها يعني مسألة التجنيس في البحرين تأثيرها كبير جدا، لكن أنا عايز أقول إنه نفس الشيء حصل في قطر، وكلنا نعرف انه السعوديه حاولت يعني تستخدم هذه القبائل السعوديه المجنسه في قطر والتي تم استيرادها من السعوديه، ولا الفت نظركم انه بعد الانقلاب او محاوله الانقلاب على الامير الحالي في قطر تم ابعاد قبيله بني مره بالكامل الى السعوديه في ظرف 48 ساعه. تم تجريدهم من الجنسيه وابعاد ما لا يقل عن 120 الف مواطن تركوا باستخدام النقل العسكري وفرغوهم من وظائفهم ومن بيوتهم ومن كله في ظرف 48 ساعه تم ابعادهم بقرار سياسي، وكانت اكبر يعني حدث لتهجير قبيله كامله كانت مواطنه في دوله وجدعها في الصحراء السعوديه على الحدود السعوديه القطريه. هنالك ايضا المشاكل التي تظهر من وقت الى اخر في عمان وفي الامارات العربيه المتحده.
وعلى الرغم من ان السعوديين بيشتغلوا في هذا المشروع بصمت منذ السبعينات باعتباره هو احدى الوسائل الفعاله لخلق لوبيات او ولاءات داخل هذه الدول وانظمه الحكم في الخليج، هي وسيله فعاله. الان وصل هؤلاء المجنسين الى السلطات التشريعيه في دول مثلا زي الكويت، ووجودهم واضح وتاثيرهم بقى كبير. هنالك الان عدد من الدواسر والمجنسين في البرلمان في البرلمان البحريني، وتاثيرهم اصبح واضح وتوظيفهم في هذا الامر واضح في كل مناسبه بتاعت عمل سياسي او اجتماعي او ثقافي في البحرين. وجود هذه الوجوه التي كانت تحاول ان تستمر في عملها خلف الستار الى ان يتحقق حسب الخطه بعام 2015 ان يتحول اغلبيه اهل البحرين الى اقليه. الحمد لله بكشف هذا المخطط ومحاوله يعني تحدي قرار السلطات، تم منذ العام 2007 الى الان تسيير عشرات المظاهرات التي حملت لاول مره في البحرين بثقه كامله عمليه وقف التجنيس السياسي باعتباره انه هو يغير في التركيب السكاني. وانا اعتقد بانه اي محاوله لتهدئه الاوضاع في البحرين ومحاوله خلق مجتمع مستقر واعاده السلام الاجتماعي للبحرين لن يتم بدون مواجهه مساله التجنيس السياسي. واشكركم جزيلا على هذا الصف، وانا مستعد اسمع اي سؤال. تفضلوا، اسئله باللغه العربيه والانجليزيه. Yes, go. Hi. Hi. I'm Kelly McKeever, something back that you're achieving for National Public Radio. And I guess I want to just ask you a really general question. What motivated you to get involved in this? Why are you here? Why are you talking about this? Are you yourself a Shia? ممكن أعيد السؤال. كيلي ماكبيكر من ناشونال بابليك راديو في واشنطن، وهي مديرة المكتب في بغداد، وتسأل الدكتور البندر لماذا أنت مهتم بهذا الموضوع وما هو الحافز لذلك؟ هل أنت شيعي؟ ما هو الذي يحفزك أن تأتي العراق وتتكلم عن هذا الموضوع؟ تفضل. اولا شكرا جزيلا. انا لست شيعيا ولا اعتقد انه هذا شرف لا ادعيه، ولا اعتقد انها تهمه انكرها ان تكون شيعيا، ما تهمه يعني، وهو شرف انا لا ادعيه. انا انتمي لاسره سنيه، ولكن لا اعرف الفرق بين في راي شخصي يعني انه هنالك فرق بين التسنن والتشيع، ولكن ليس هنالك فرق بين السني والشيعي. الاثنين هم يعني يتوجهون في حياتهم وعباداتهم يعني. ويمكن هذا الشعار اللي رفعوه كل البحرينيين انه هم لا سنه ولا شيعه ولكنهم بحرينيين، كان بالنسبه لي انا يعني رد عملي. المشكله في البحرين لم تكون في يوم من الايام بحده بين السنه والشيعه. و الأشخاص الذين عملوا على مساعدتي أنا كل الدور بتاعي كان تحرير هذا التقرير، أنا لم أكن طرفا في هذه المؤامرة ولم أكن أشتغل في ذلك المشروع. أنا مستشار تخطيط استراتيجي شغال في قضايا أخرى تتعلق بالاستثمارات، بالخطة تطوير البحرين في اتجاه التنمية وغيره. ولكن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا طرفا في هذا وكلهم سنة لم يكن فيهم ولا واحد شيعي، هم الذين حاولوا الاستفادة من موقعي ووجودي يعني قريب من موقع اتخاذ القرار أن أوصل هذه المعلومات إلى ولي الأمر جلالة ملك البحرين. فأنا ما كان عندي دور أكثر من أجل إعداد هذه والتحقق منها ومعرفة أنها فعلا ما حقيقية وتقديمها للمسؤولين. ما دفعني ايضا انا اعتقد انه العداله لا يفرق انها تكون في البحرين ولا في العراق ولا في بريطانيا، العداله كلمه واحده، وانا شخص
تربيت على الأقل على المستوى الشخصي على هذا المفهوم، وإذا دخلت على الإنترنت ووضعت اسمي لتعرفي من أنا. لا، ما كان عندي حياة سرية ولا كان عندي حياة، يعني ما من يوم من حياتي كان خارج نطاق الشرعية والقانونية. وهؤلاء الإخوان يعني عفى الله عنهم في البحرين، عندما حدث هذا بحثوا في حياتي قبل أن أوظف في هذا الموقف الحساس وبعد أن تم نشر هذا، وما وجدوا سببا واحدا لشخصي أن يجد هذا النوع من الحيف والظلم لمواطن. I mean, you should look for they call Bender Gate. Bender Gate? Yes. Yeah. Okay. Are you allowed to go back to Bahrain or? هل أنت مسموح لك أن ترجع إلى البحرين؟ I would love to go to back. أنا أحب جدا إني أرجع إلى البحرين لأني عشت سنوات وتربطني مودة ورحمة بأهل البحرين، ومنزلي ما زال في البحرين وأسرتي ما زال جزء منها في البحرين، وارتباطي بالأصدقاء وبالأحباب منذ منتصف السبعينيات، وأنا عشت في علاقتي مع شعب البحرين أكثر مما عشت في بلدي الأصلي، لأني أنا أصلا ما جيت من السودان إلى البحرين، أنا جيت من بريطانيا إلى البحرين. أتمنى أني أنا أرجع إلى البحرين، وأتمنى أنه البحرين تخرج من عثرتها، لأنه أنا كنت محروم من دخول العراق أصلا، والآن أنا سعيد أني أنا في العراق. فحيجي اليوم الان امشي البحرين، انا مطمئن يعني، كما اطمئناني الان انه انا العراق التي حرمت منها في حياتي الان انا فيها. تفضل. ياسر عبد الحسين منذ الاخبار في قناه بلاد الفضائيه، لسؤالين. السؤال الاول، ماذا تفسر بالصمت الامريكي تجاه المجازر في البحرين وموقف مجلس الامن الدولي؟ لماذا يتعامل بازدواجيه تجاه موضوع احداث في ليبيا بينهم واليمن بينما يترك قضيه البحرين؟ هذا السؤال الاول. أنا أعتقد أن هنالك بعض الشائعات التي يعني تتناقل أن هنالك صفقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركوا لهم البحرين في مقابل أن يدعموا ما يحدث في ليبيا. لذلك توجد هذا التوجه القطري المتحمس السعودي البحريني الإماراتي إلى دعم المعارضة في البحرين في ليبيا ودفع تكاليف العمليات والحماس. أيوة نعم. فالهدف الأساسي أصلا هذه واحدة من القضايا، ولكن أعتقد بأن أمريكا ليس بلدا واحدا. أمريكا في وزارة الخارجية مختلفة عن الدفاع، مختلفة عن الكونغرس، مختلفة عن الرأي العام، وليس كل أمريكا موحدة تجاهها. أمريكا للأسف الشديد الآن داخلة إلى حملة انتخابية، وأعتقد الآن في أضعف حلقات الإدارة الأمريكية. هذه الهيئة التي تم تأسيسها في العراق ستكون رأس رمح لإجبار الإدارة الأمريكية أن تبتعد من ازدواجية المعايير التي تعاملت بها فيما يتعلق بالشأن البحريني. الأمر يتوقف الآن، وأعتقد أن ما حدث في البحرين هو يعني رأس الرمح وضربة البداية لتعديل. احنا اللجنة الشعبية في العراق لإسناد الشعب البحريني، وقبل مجيء الأخوان البحارنة إلى بغداد، شكلنا وفد برلماني سياسي، وذهبنا عملنا مقابلتين وقدمنا مذكرتين، المذكرة الأولى والمقابلة